سامي الطرابلسي هجوم، عبد الله معرفي القائد يمر الكره داخل المنطقه، ركله جزاء العربي، ركله سيرجي كارمبوجي كان حاضرا في اللقطه الماضيه، وبالتالي صافرة محمد الشمبري القريب من هذه الكره تعلن عن ركله جزاء لمصلحه، احتسبت ركله جزاء، مارادان يتقدم، الله الاتحاد بعد ذلك الموعد الكبير على مستوى نصف نهائي كاس سمو امير البلاد المفدى، وهو ما ينتظره العرباويه من خلال هذا الموسم في مواجهه من يتصيد كل الالقاب هذا الموسم فريق نادي في الخط الخلفي بالنسبه للعربي، يمر العبد العزيز الانصاري لمساكني الانصاري، طالت الكره الانصاري محمد مدثر يتدخل، تذهب الكره الى مرداد، مرداد ممكن يسدد يفكر بالتسديد يشوت، الله خلال مباراة الليلة شوف الإعادة يتقدم عبد العزيز الأنصاري، مدثر أبعد الكرة، هل كان هناك دفع أم لا؟ ذهبت الكرة إلى مرداد ومن ثم هوبا على حساب كلود أمين يسجل ثاني أهداف فريق النادي العربي من خلال مباراة الليلة، يجعل النتيجة 2 العربي لا شيء للسالية. نسبة للشواهين سيجعل الشوط الثاني أقوى، لعبة الركنية وعدت بالرأس، ما زالت الكرة لكن نذير عبر الجهة اليسرى، نذير لعب الكرة العكسية، رامي بالرأس، الله نهاية المطاف، نعم شوف هو اللي يبدأ الكرة يبعدها يبعد زي، تذهب إلى نذير، الأسيست يحسب لنذير بالحاج المتألق، خامس صناعة هدف له هذا الموسم على رأس رامين رضيان، أتى من الزاوية البعيدة وضع الكرة برأسه، أنهى شوط المباراة الأول بتقدم العربي بهدفين مقابل، منطقة الجزاء خطيرة، شوف حين بقى سيرجي كارمبوجي في منطقة الجزاء هاجم العربي الهجمة المرتدة السريعة من فتحي إلى محمد صلاح، من محمد صلاح إلى مرداد، مرداد حاول المنهالي في اللقطة الماضية، مرداد راوغ لكومونت أمين، سدد الكرة اصطدمت بعادل بدر وذهبت إلى الشباك مسجلا ثالث أهداف العربي، 10 أهداف هذا الموسم، أول هاتريك بالنسبة له وأول هاتريك بالنسبة للاعب من اللاعبين